السلام عليكم إخوان الكرام، كي داير؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم الإخوان إن شاء الله غنديروا واحد الجولة في مدينة الجديدة. إن شاء الله نحاولوا نزوروا الأحياء ديالها والأزقة ديالها ونصوروا البحر ديالها ونوريكم الطريق ديال سيدي بوزيد، ونحاولوا نزوروا بعض الأزقة إن شاء الله. هاد الطريق اللي جايين من الإخوان، هذه طريق السيار في اتجاه مدينة الجديدة. ندخلوا على وسط المدينة، الدخله الاولى وسط المدينه، ندخلوا عليها وندوزوا البراج، واحنا ان شاء الله في الشاطئ في البلايا، وديك الساعه نضربوا دويره ان شاء الله ونتسارعوا في المدينه الجديده. ما تنساوش الاخوان دعمونا باللايكات وبكومونتيرات باش نصحوا الاخطاء ديالنا ونزيدوا لقدام ان شاء الله. واللي مازال ما مشتركش يشارك معنا، وشكرا بزاف لكم.
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.
السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.